وش سر يعني رجال اعمال مع الفتح مع النادي الفلاني؟ هل هو قصور منك؟ بصراحه نبغى شيء ايجابي. لا هو الفتح خاف التقصير منك يعني تعاملك معهم كان زين. التقصير مني تواصلت معهم؟ اروح والله تواصلنا مع الكثير منهم الفترة الماضية، اعتذروا ظروف الاقتصاد. تعصب للفتح وتعصب للاتحاد. والفتح ولد وعنده العوائل عفالق والموسى والجبر الله يخليهم حقيقة، لكن هناك كثير أيضا من رجال الأعمال يستطيعون يدعمون ويستطيعون. ولذلك أنا أحيانا في الأحلام أحلم أني رجل أعمال ثري أو سيدة أعمال ثرية تحلم بالعدالة في الليل وتتصل فيني تقولي أنا بتبنى يا العدالة. رب يا رب تحلم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نحلم فنتمنى بيصير حقيقة. خل ثقتك بالله قوية. والله لولا ثقتنا بالله قوية ما مشينا. وكورة ليدي هنا البركة. الطاي ولا الحين فتحت عليه الأمور وصار الآن من أشهر أندية على مستوى العالم العربي. بدون ما نقول الأسباب، وإن شاء الله اليوم العدالة رجال أعمال في الأحساء وهم رجال الكرمة وكل الفتح كلهم والعدالة كلهم عين في الرأس. الله يطول.